السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف علم الحديث. علم الحديث من أشرف العلوم، وهنعرف ليه بعد شوية. وهتلاقي ناس كتيرة جدا غير مسلمين وغير عرب شكروا جدا في علم الحديث واسموا عليه أثناء عظيم جدا. طيب، علم الحديث مقصود بيه اصطلاحا إن احنا بندرس أي كلام ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يجي عايز مثلا يبيع حاجة فيألف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحاجة دي بتشفي من مرض كذا، وده بيحصل اليومين دول. فاحنا في علم الحديث بنبدا ندرس هل الكلام ده مظبوط ولا لا، مين اللي قال الكلام ده، فلان، طب فلان ده ثقه ولا مش ثقه، عدل ولا مش عدل، حافظ ظبط ولا بيظبط لكلامه، طب قالوا عن مين، طب هما الاثنين دول اتقابلوا. فقصه طويله جدا عشان نتاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ولا لا. وعلم الحديث تقدر تطبقه في كل الاخبار اللي تسمعها اليومين دول. يعني سمعت مثلا خبر معين فتقدر تطبق العلم بتاع علم الحديث، فتقدر توصل هل احمد زويل قال الكلام ده ولا لا، هل فاروق الباز قال الكلام ده ولا لا، هل الرئيس الفلاني قال الكلام ده ولا لا، بتطبيق علم الحديث. فده بيموت الشائعات اللي هي ممكن تتسبب في مشاكل كتير جدا، وفي ناس كتيره اعتمدوا عليه. يعني على سبيل المثال، في واحد غير مسلم اسمه اسد رستم كان عامل كتاب اسمه مصطلح التاريخ، اعتمد فيها قواعد علم الحديث واعترف في الكتاب ان هي طريقه علميه صحيحه لتصحيح الاخبار والروايات. وبعد ما اتكلم بقى في وجوب التحقق من عداله الراوي والامانه في خبره، فراح قال كده بالنص: ومما يذكر مع فريد الاعجاب والتقدير ما توصل اليه علماء الحديث من زمانات السنين في هذا الباب، ولكن بعض ما جاء في مصنفاتهم يورده بحرفه وحذافيره تنويها بتدقيقهم العلمي اعترافا بفضلهم في التاريخ. وبعد كده بدا ينقل بعض الكلام. طيب، في جمله مشهوره كده كان بيقول لك مارجليوس، بيقول لا يفخر المسلمون بعلم حديثهم، بالنص بيقول كده في كتاب محاضرات عن المؤرخين العرب، الكتاب كان مشهور سنة 1930. ورغم أن نظرية الإسناد قد أوجبت الكثير من المتاعب والصعوبة نظرا لما يتطلبه البحث من ثقة في كل راوي، كل راوي لازم ندرسه ونشوف ثقة ولا مش ثقة، وعدل ولا مش عدل، وحافظ ولا مش حافظ، يعني ما بينسى ولا بيتوهم ولا بيلخبط. وممكن يقول لك إيه الراجل ده كان كويس لحد سنه كذا، حصل له بيت اتحرق او كتب اتحرقت، فاصبح حفظه اقل، فما تاخدش اي روايه يقولها بعد ما كتبه او بيت اتحرق. ولان وضع الاحاديث كان امرا معهودا وجرت التسامح معه بسهوله احيانا، الا ان قيمتها نظريه الاسناد في تحقيق الدقه لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم. وفي دكتور سبرينجر بيقول: يحق للمسلمين ان يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا، فلم توجد امه في الماضي ولا في الحاضر دونت تراجم وسير العلماء خلال 12 قرنا كما فعل المسلمون، فبامكاننا الحصول على تراجم خصومات عالم من المشهورين من كتبهم. انا فاكر في مره فتحت كتاب للامام الذهبي بيتكلم فيه عن اعلام النبلاء، فلقيته كاتب اسماء المشايخ بتاعت احمد حنبل تقريبا قرب من 30 صفحه اسماء بس. فتقعد تشوف مين المشايخ بتوع فلان، مين التلاميذ بتوعه، ومين ده توفى امتى ومات امتى وبتاع. فقصه رهيبه جدا ان انت تبقى عارف، يقول لك فلان ابن تيميه كان حصل مع موقف مع الامام النووي، فتبدا تدرس هل هما الاثنين اتقابلوا ولا ما اتقابلوش، لا ده مات سنه كذا وده اتولد سنه كذا، وده كان عايش في مصر وده كان عايش في سوريا فما اتقابلوش. فقصة طويلة جدا بس تتأكد منها من صحة الكلام، يعني ما نقعدش ننقل الكلام وهو مش صحيح. هي دي الفكرة من علم الحديث. ولذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب ليه كان اسمه معرفة علوم الحديث بيقول لك إيه: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة اللي هم أهل الحديث وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منهار الإسلام وتمكن أهل البدع منه وبلاء الحديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرضت عن وجود الاسناد فيها كان بطرة، يعني خلاص الكلام مش كامل. فلازم احنا نبدا نلتزم ونشوف الكلام، وده علمنا ان احنا نشوف الكلام مصدره ايه، وهل الكلام ده فعلا الشخص ده قال ولا لا، ما نقعدش ننقل وخلاص. احنا هنا مش بنتكلم هندرس علم الحديث، لا احنا بنتكلم ان شاء الله نعمل سلسله كده ازاي نتاكد من صحه الخبر، حتى لو الخبر ده عن حد مثلا عايش دلوقتي او حد مثلا من المشاهير نصب ليه كلام، فهل الكلام ده مظبوط ولا لا. طيب، ومن اهم بقى حاجه نمدح بيها اهل الحديث او علم الحديث: يوم ندعو كل امه كل ناس بامامهم،
القرآن يوم ندعو كل ناس بما منه. قال بعد الصلاة السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن الإمام بتاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كفاية إن طول ما إحنا بندرس علم الحديث أو بنشوف الحديث طول الوقت نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ومن عظمة علم الحديث ده إن هو علم خادم. يعني إيه علم خادم؟ يعني كل العلوم بتحتاج ليه. أي علم، حتى علم التوحيد، حتى علم العقيدة، أنت تعرف عقيدتك منين غير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ طب تتأكد إزاي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام دوت؟ لازم تدرس علم الحديث، ولازم تشوف سلسلة الإسناد. يعني أنا بقول لك إيه، حدثنا أبو خثامة الزهري بن حرب قال حدثنا كهمس قال حدثنا وكيع. تمام، ده مثال مثلا. طب مين دوت؟ مين أبو خثامة؟ مين زهير بن حرب؟ مين وكيع؟ نبدأ ندرس الناس ديت، ولا الناس دول شروط علم الحديث بقى، هم خمس شروط هنتكلم فيهم بالتفصيل بعد كده. بس لازم واحد، كل واحد فيهم يكون عدل، تمام، وكل واحد فيهم حافظ، تمام، ويكون كل واحد فيهم قبل التاني، تمام، ويكون حديث ما فيهوش شذوذ او عله، تمام. فكل الحاجات دي لازم تدرس عشان نقول ان الحديث ده صحيح. مسؤوليه كبيره جدا. وكان احد الخلفاء الكبار في الدوله العباسيه لعله هارون الرشيدي قال لهم مجلس حديث، تمام، ويعني تعالوا وهقول لكم حديث. هو كان من الناس اللي يعني تلامذة عيد العلماء الكبار يعني، فجم وقعدوا يجيبوا الورق ويكتبوا حديث عن الخليفة. فقولهم بقى يعني حديث نادر وحديث. فقال لهم: انتوا عارفين ليه انا ندهتكم وقلت لكم ان انا هحدثكم بحديث؟ قال له: ده انت قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم: لا، ده انا عايز اتحط يوم القيامة في مع 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 الناس بتاعت الحديث، مع الناس اللي هي وصلت الحديث للناس. نضر الله مرؤيا سمع مقالتي فأداه كما سمعها. يعني لما تسمع حديث عليه الصلاة والسلام حاول ان انت توصله وان انت تقوله، وما تقولش بالمعنى، حاول قدر الامكان ان انت تقول الحديث زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، تمام. فهو الفكرة كلها الراجل مش عايز يتحاشر مع الملوك، عايز يتحاشر مع اهل الحديث، مع الناس اللي هي بتوصل الحديث. مفيش علم من العلوم اللي انت ممكن تدرسه غير لما يحتاج لعلم الحديث. علم الحديث ان انت تشوف الخبر صحيح ولا ضعيف. كل كلام انت بتعمله مش تقعد تعمله شيء، لا، تبدا تفكر هل ده صح ولا غلط، هل ده صفحه دي صح ولا غلط، تبدا تشوف هل الكلام ده فعلا ينسب لدوت. طب مين اللي قاله؟ احنا سمعناه مثلا من فلان، لا، فلان ده غير ثقه. فتبدا الاشاعات وتبدا الكلام يقل طول ما انت عندك الملكه او عندك الامكانيه ان انت تفلتر الكلام وتعرف الحاجه الصح من الحاجه الغلط، الحاجه دي فعلا فلان قالها ولا فلان ما قالهاش، وهكذا. نسال الله ان هو يفقهنا في الدين وان هو ييسر علم الحديث. ومش مطلوب منك انت تحفظ الاسماء او تحفظ التواريخ، بس تقدر يبقى عندك الملكه وتسهل ان انت ترجع للكتب. في كتب اسمها اعمار الاعيان، تبدا تفتح الكتاب وتشوف مثلا الامام الشافعي مثلا نص كام، وطب هو قابل ابو حنيفه ولا لا، فتعرف ان هو لا، الامام حنيفه ولد 70 وتوفى 150، الامام الشافعي ايه ولد 150 وتوفى 204، ما تقابلوش بس قابل تلميذ محمد بن الحسن وقابل بعض التلاميذ التانيين، هكذا. فتبدا تدرس علم الحديث لحد ما تبقى عندك الملكه ان الاخبار العاديه الدنيويه، ان ما اتقال الكتاب ده كتاب صحته ايه، هل هو فعلا فلان اللي قال ولا لا. في كتب كتيره تنسب لغير كاتبها، فتبدا تدرس الموضوع دوت. لما تيجي تعمل بحث علمي، وده تركيزنا ان شاء الله هيبقى في شرح علم الحديث اللي هو البحث العلمي، اكتر من ان احنا نقعد نحفظ اسامي الرواه واسامي المشايخ، لا، كبحث علمي عايزين تبقى في مالك كده ان انت لما تعمل بحث علمي، لا، هو فعلا الكلام ده مظبوط، صحته للراجل اللي نسب ليه الكلام، او لا، ده نسب ليه زورا ان هو ما قالش الكلام دوت. في كلام كتير ينسب لعلماء كتير وما قالهوش وبريء منه، فتبدأ ندرس الكلام دوت. هل مثلا الإمام تيمية قال الكلام دوت ولا نسب ليه؟ هل كتاب الفتاوى نفسه ينسب ليه ولا ما ينسبش ليه؟ لأن في كلام في الموضوع دوت. نناقشه بعد كده إن شاء الله. ربنا يسر المهم وأمور الشدة من جميع الأطراف أنا عارف. بس هي الفكرة كلها إن أنت بتدرس الكلام وتشوف هل فعلا صحة الكلام ولا لا. يعني في حاجة اسمها سند ومتن. المتن اللي هو الكلام اللي اتقال، السند اللي هو سلسله الرواه اللي وصلوك الخبر دوت، تمام. يعني مثلا حاجه حصلت في ميدان التحرير، فواحد قال لك ده حصل كذا كذا كذا، طب مين اللي قال لك الكلام دوت؟ فلان. فتسال فلان، لا، ده انا، لا، هو فهم غلط، لا، ده فلان اللي قال لي، لحد ما تتاكد ان السلسله كلها صحيحه، ما فيش فيهم
فلان كذاب او فلان بيتعمد الكذب او فلان بينسى او كذا. تمام، انا مش هطول عليكم، وان شاء الله يعني الناس تحب علم الحديث وتبدا تدور على الكتب اللي تقدر تستفاد منها في علم الحديث.